إضافة للبيانات الاقتصادية القادمة من الصين، معنا لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. لنبدأ من حيث انتهى التقرير، يعني هذه التظاهرات كيف لها تأثيرات على أسعار أو عملية صرف الدولار، وكيف أيضا يمكن للذهب أن ينتفع من هذه التطورات والتوترات الحاصلة في أمريكا حاليا؟ اهلا ومرحبا بك وكل متابعي سي ام بي سي. بالفعل يعني اعمال الشغب والمظاهرات والاحتجاجات التي في الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثيرات سلبية بشكل عام على الدولار، وربما هناك يعني نلاحظ انه يعني تراجع عن الطلب عن الملذات الآمنة، وبالتالي هناك يعني موجة بيع نشاهدها سواء بتفاقم ايضا التوترات الأمريكية الصينية لها دور وتأثيرات سلبية على الاقتصاد، وبالتالي نلاحظ التوجه الآن نحو العوائد ذات الأصول المرتفعة. وبالنسبة للدولار له سيكون هناك التأثيرات والانخفاضات محدودة نسبيا، إلا إذا كان هناك فعلا توقعات بأن يكون هناك تدهور اقتصادي خلال النصف الثاني من العام، فبالتالي سوف نرى العودة إلى الملاذ الآمن والطلب على الدولار. لكن أتوقع الانخفاض في ظل كل هذه التطورات الاقتصادية وفي ظل الاحتجاجات والمظاهرات، حيث يتم إغلاق عدد حظر من التجول في عدد من المدن الأمريكية، حيث حتى أن الحرس الوطني هناك كان في ولايات كبرى مثل واشنطن ونيويورك، بالتالي كل هذا تؤثر على الدولار بشكل كبير. ولا ننسى الأزمة الاقتصادية الأمريكية الصينية، ومن حيث الاتفاق التجاري له التأثير السلبي. بالنسبة ذكرت الذهب، الذهب يبقى الملاذ الآمن، بالتالي نحن نتحدث عن الذهب يستفيد من أعمال الشغب والاحتجاجات أيضا والتوترات التجارية الأمريكية والصينية، بالتالي كل هذا سيكون داعم للذهب. التوقعات للذهب ما زالت نتوقع الاتجاه الصاعد للذهب. نحن نتحدث عن التيسيرات، مزيد من التحفيز النقدي وانخفاض أسعار الفائدة، كلها أسباب داعمة للذهب خاصة على المدى الطويل. فبالتالي نتوقع مستويات أيضا 1800 دولار إلى 2000 دولار ما زالت توقعاتنا للذهب. نعم، لنعود أيضا للإجراءات بالنسبة لبنك الشعب الصيني فيما يتعلق بعمليات شراء قروض البنوك لدعم إقراض الشركات الصغيرة. كيف ترين تأثيرات مثل هذا الأمر؟ وهل برأيك يعني البنك الشعب الصيني يحاول أن يعالج الخلل في مستويات النمو ويركز على هذه القطاعات في هذه المرحلة؟ نعم، بالفعل الخطوات التي قام بها بنك الشعب الصيني بالتالي تأثير فيروس كورونا والإغلاقات الحكومية التي شهدناها نتيجة الحد من انتشار فيروس كورونا لها تأثير بالتالي سلبي سواء على الاقتصاد، شهدنا انكماش الاقتصاد الصيني ب 6.8%. بالتالي ربما الخطوة الثانية وهي التأثيرات على نسب البطالة وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي قام بالبنك المركزي الصيني بشراء القروض المصرفية لشركات صغيرة، وهو الخوف من أن يكون هناك تعثر تلك البنوك نتيجة الديون الهائلة التي لا تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها، وأيضا هذا خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد، وأيضا تستهدف أيضا الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض. بالتالي بنك الشعب الصيني قدم تريليون يوان لدعم هذه الشركات، وأيضا 400 للإقراض لتلك على أساس فصلي لشراء القروض. وبالتالي كل هذه المحفزات هي ضرورية، هناك رغم أنه هناك توقعات بأن يكون تحسن في النصف الثاني من هذا العام، لكن الخطوات اللي عم بتقوم فيها يعني ربما نشهد في النصف الثاني نشهد ربما إغلاق وشركات ربما تعلن عن إفلاسها لشركات صغيرة ومتوسطة، نتحدث عن تعثر للبنوك، وبالتالي هذه الخطوات تعتبر جدية في وضرورية أيضا. نحن نتحدث عن كثير من دول العالم
يعني سوف تعلن عن ركود اقتصادي عميق، وبالتالي سيكون لها يعني يجب أن تطبق نفس ما طبقته الصين لتفادي أي مشاكل. ربما سوف نشهد انكماش، لكن ليس الانكماش الذي حصل بقوته، لكن لو حصل أي انكماشات ربما هذا سيطول تأثيره لمدة زمنية طويلة. وهذا كان حديث أيضا رئيس الوزراء الصيني، قال بأنه متفائل أيضا للفترة المقبلة. أيضا لينا سؤال أخير فيما يتعلق بما تنتظره أسواق النفط، يعني حاليا تثار الكثير من التكهنات أن هناك إمكانية أن يتم التمديد أيضا لهذا التخفيض، يعني تخفيض المعمول به حاليا، هل هذا أمر وارد برأيك؟ نعم، بالفعل أسعار النفط وبرنت يتأرجح عند مستويات $40 اليوم، بالتالي يترنح عند تلك المستويات بسبب التفاؤل. نتحدث عن تمديد وليس المزيد من الخفض، أتوقع أن يكون هناك تمديد لخفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك بلس لمدة شهر أو شهرين متتاليين بنفس قيمة التخفيض، هي 9.7 مليون برميل يوميا، إضافة إلى التخفيضات الإضافية التي التزمت بها السعودية والإمارات والكويت، وأيضا توقعات بأن يكون هناك تراجع في إنتاج الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ب2 مليون. بالتالي كل هذه أسباب داعمة لارتفاع أسعار النفط، وأتوقع الارتفاعات للنفط لكن بحدود يعني بحدود نسبية، يعني دون مستويات $40 أتوقع في تلك الفترة. رغم كل هذه التخفيضات يعني لا أتوقع مستويات فوق $40، يعني أن تبقى تلك المستويات يعني متأرجحة، ولنهاية العام ربما نصل إلى مستويات $50. أتحدث عن برنت. أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في جروب، شكرا على وجودك معنا.